تعال نروح للمنتخب. ماشي. خطوة إيهاب جلال شايفها إزاي؟ وخطوة كروش رحيله شايفها إزاي؟ سؤال رخم. سؤال رخم ورزل ودمه تقيل أنا عارف. لا هو مش رخم، هو توقيته بس. لا بالعكس بالعكس. لا بص أنا يعني أنا مع كابتن إيهاب جلال جدا. وأنا بموت في إيهاب جلال جدا، ويا رب يعني يعني يا رب يعمل حاجة استثنائية وينجح ويكسر الدنيا يا رب. أتمنى. كيروش يعني الكلام كل الناس المساعدين معاه، انت عارف انا علاقتي بمحمد شوقي والحضري والمجموعه اللي شغاله معاه، الناس بتتكلم عليه كويس جدا جدا. هو كان شاطر منظم مرتب. بص يا كابتن، في الكوره في تفاصيل. كل شغل عموما ليه تفاصيل صغيره. احمد شوبير مش احمد شوبير عشان احمد شوبير اللعيب، عشان عنده تفاصيل صغيره. صحيح. بقى مذيع رقم واحد او هيبقى من الناس اللي في الاول عشان عنده تفاصيل هو بيهتم بيها. نعم. لو بقيت زيك زي الناس عمرك ما هتبقى في الحته اللي انت فيها. التفاصيل الصغيره بتفرق في شغل كله. نعم. فالكوره المدربين تفاصيل صغيره. تفاصيل صغيره دي حط بقى خطوط كتيره قوي. الفرقه وتكوينها وتلم الولاد ازاي وتجمع ازاي، التفاصيل دي مهمه جدا جدا جدا. هو كان شاطر في الحته دي مع اللعيبه، بدليل ان طلع كمان طلع ناس ما كانتش ممكن تاخد فرص. صحيح. هو وجازف في اوقات وكانت الناس بتهاجمه في اوقات. محمد عبد المنعم ده يعني صحيح كان منور مع فيوتشر وقبل كده مع سموحه، لكن ما كانش حد بيجرؤ انه ياخد المنتخب، ياخده يبقى اساسي. والنهارده منتخب مصر مستنيه هيجهز ولا مش هيجهز. بالظبط بيلعب. وبيلعب اساسي. لا هو امام عاشور بيلعب باك رايت. امام عاشور يعني لو صحيح. مدرب مصري مش هياخد الخطوه دي. انا بشوف دايما ان في ناس في الـ في الـ في الـ يعني هي مشكلتنا كمصريين عموما بنعمل حسابات حساب شويه طبعًا. لردود الافعال والحاجات دي، ولكن في التدريب لا ما تعملش كده. يعني خد اللي انت شايفه صح واعمله، حتى لو هتمشي ما فيش مشكله. بس اعمل اللي انت شايفه صح، لان انت لو فكرتك مظبوطه هتاخد انت الاطار الصح يعني في شغلك. نروح لإيهاب. مهم جدا. فالكابتن إيهاب عنده طريقه وعنده اسلوب مهم جدا ان هو يفرضه، ولكن هو انا من وجهه نظر يعني المشكله عند الكابتن ايهاب الانديه غير المنتخبات. وطريقه اللعب اللي الكابتن ايهاب بيعتمد عليها او اللي احنا بنحبها. انا بلعب بنفس الطريقه تقريبا. لازم تاخد وقت. وفتره تجمع كبيره وفتره عشان احفظ هل هينجح في الفترة القليلة دي ان هو يحفظ ويعمل ده؟ بس هو عنده حظ شوية، خد 5 ايام. ماشي. حسام البدري كان بياخد 48 ساعة مثلا. لا ما فيش حاجة اسمها ده 48 ساعة وخمس. لا ده حقيقي. قليل. عشان كده انا سعيد جدا انه صمم على مباراة كوريا الجنوبية. طبعا. برافو عليه. اي كانت النتيجة. كوريا مغلوبة النهاردة 5 بالبرازيل، مش فارقة معاها. احتكاك واللعيبة تشوف لعيبة. دي حاجة لطيفة جدا. طبعا. سون راح بعد المباراة عشان يبدل التيشيرت مع نيمار. سون هداف الدوري الانجليزي. بياخد دوري مع بياخد التيشيرت مع نيمار، قال له انت عارفني ولا مش عارفني؟ ده بأدب خلي بالك. طبعا يعني. طبعا. فشوف الناس دي عندهم رقيه. كانت النتيجه عاديه سهله والامور سهله جدا. فبس انا شايف ان دي نقطه تقلقك. طريقه يعني دي الحاجه الوحيده تحفيز يعني. انا مستني اتفرج على اللقاء او يعني مش هقول اللقاء ده واللي بعده. خلينا في اللي بعده الاهم. ان الفتره دي انا عايز اشوف طريقه اللعب هيلحق في الوقت ده ان هو يحفظ ويعلم ويفرض اسلوبه على اللعيبه ولا مش هيقدر. شايفه هيلحق؟ دي المنافسه. شايفه هيلحق؟ انا شايف وجود صلاح وجود تريزيجيه وجود مرموش وجود اللعيبه الكبار طبعا بالاضافه للكبار اللي موجودين وعنده بدلك، لان مصطفى محمد غالبا موقوف، فتوح مصاب، احمد حجازي مصاب، الشناوي جاله كورونا، ما هي برضه عواكس زي ما بيقولوا او عكسات يعني. انا بشوف دايما ان طريقه اللعب اللي هي التحضير او طريقه اللعب اللي بنحب ان احنا نشتغلها دي مهمه جدا. 3 لعيبه. نعم. سيرد باكين وحارس مرمى. صح. مهم جدا. لو الاثنين دول او الثلاثة دول ما عندهمش مرونة تكتيكية وما عندهمش الباص سليم، مش هتعرف تعمل طريقة اللعب. حتى لو انت عندك احسن لعيبة في الصف اللي قدام. لو لك نصيحة للكابتن إيهاب جلال تقول له ايه؟ اقول له ما تسمعش حد. ايوه. ونفذ اللي انت شايفه من وجهة نظرك وقناعاتك الشخصية وطبقها في الملعب.